مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى موضوع اليوم. يبدأ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم تقييم الأضرار التي لحقت بمحطة زاباروجيا النووية جنوب أوكرانيا جراء القصف الذي تراشقت موسكو وكييف المسؤولية عنه. الانفجارات العشرة والاثنى عشرة التي هزت موقع المحطة النووية تعد الأكبر في كل أوروبا أثارت مخاوف من وقوع كارثة نووية. وفي هذا السياق تستمر المعارك حامية الوطيس بين روسيا وأوكرانيا في دونيتسك ومناطق أخرى في ظل ضغوط غربية لإقناع الأوكرانيين بالتفاوض مع موسكو. للمزيد عن هذا الموضوع، عن الوضع الميداني والحركة الدبلوماسي في مسارات هذه الحرب، ينضم إلينا من لندن الأستاذ الدكتور أحمد ياسين الخبير في الشأن الاقتصادي، ومن برلين ينضم إلينا الدكتور رضوان القاسم المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأوروبية. ضيفي الكريمين أهلا بكم. نبدأ من برلين. دكتور رضوان القاسم، لماذا يتم في كل مرة توتير الوضع أكثر باستهداف محطة زاباروجيا في محيطها في خزاناتها للطاقة المليئة والفارغة وغير ذلك، بما لربما يرفع المخاوف من حدوث كارثة إشعاعية في الفضاء الأوروبي برمته؟ اسمح لي أن أحييك وأحيي ضيفك ومشاهديكم الأعزاء. واضح أن يعني الأوكران يريدون التصعيد، السيد زيلينسكي يريد التصعيد في هذا الموضوع، وكلما فشل في محاولة يذهب إلى محاولة أخرى، وهذا ما تبين مؤخرا في موضوع الصواريخ نحو بولندا والتي سقطت على حدود بولندا. خرج الأوكرانيون لاتهام روسيا في هذا الموضوع، وإذا تبين أن هذه الصواريخ هي أوكرانية الصنع وليست روسية. وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف هذه المحطة النووية، وأيضا عندما أتى المراقبون الدوليون النوويون من يعني الوكالة الذرية للطاقة أتوا إلى الموقع وراقبوا وعاينوا، وإذ تبين أن هذه الضربات تأتي من الاتجاه الأوكراني، وهذا إن دل على شيء يدل على أن يراد من هذا التصعيد لاتهام روسيا في مكان ما، لكن كل مرة تفشل يعني المحاولة. واليوم بعد محاولة لحد الآن أستاذ رضوان القاسم، الطرفان معا يتراشقان المسؤولية، ولم يجري لحد الآن تحقيق مستقل لاتهام طرف دون آخر، لكن هذا يضيف نوعا من الغموض على هذا الموضوع. لا يعني واضح أن روسيا منذ البداية طالبت بتحقيق دولي وطالبت بالمراقبين الدوليين أن يأتوا إلى هذه المحطة. تأخروا يعني في أكثر الأحيان كانوا يتأخرون، إلا أنهم رضخوا للأمر الواقع لأنه لم يعد الأمر يحتمل وأصبح الوضع خطير، فاضطرهم إلى المجيء إلى هناك. ونحن نعرف المواقف الدولية اليوم كيف تسير، وكيف الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على هذه الدول لتغيير المسارات، وعلى أيضا على الطاقة النووية كيف يعني لاستخراج اتهام ما الى روسيا، الا انهم لم ينجحوا حتى اليوم يعني، واصبح هذا واضح. حتى زيارتهم الى روسيا الى المفاعل النووي وكانت تحت يعني حمايه روسيه، والروس من طلبوا هذا، يعني لو كان الروس هم من فعلوا هذه الضربات او وجهوا هذه الضربات لما طلبوا مراقبين دوليين ولما طلبوا التحقيق في هذا الموضوع. اليوم تاتي هذه العمليه مباشره بعد موضوع بولونيا، يعني عندما نفذت كل الوسائل لدى أوكرانيا، ورأينا أنهم في الصواريخ التي وجهت إلى بولندا كانت اتهام مباشر يعني إلى روسيا، إلا أنه تبين العكس هو صحيح. يعني كل ما يراد من ذلك أنه يريد سيد زيلينسكي أن يضع العالم في زاوية يعني الإجبار لدخولهم في حرب مع روسيا، أو أقله اتهام روسيا بالمباشر أنها تعرض السلم العالمي إلى الخطر. لكن الأيام القادمة ستبين أن هذه الضربات ستكون يعني سلبية على أوكرانيا وليست على روسيا، لأنها بالأساس هي تحت السيطرة الروسية، فلماذا يعني الروس يريدون أن يضروا أنفسهم بهذا الموضوع؟ شكرا لك دكتور رضوان القاسم من لندن. دكتور أحمد ياسين، أرحب بانضمامك إلينا. كانت هناك في هذه الأيام الأخيرة زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى كييف، وذلك التعهد الذي أبداه مجددا بدعم أوكرانيا إلى حين إحلال السلام، وطبعا ليس حتى الانتصار لربما إذا لم تخني ذاكرة الكلمات. هل يؤشر ذلك لربما على نوع من التكييف الجديد للموقف البريطاني، أم أنه لا يزال في نفس الخط؟
بريطانيا ما زالت تحافظ على خطها ونهجها في دعم الجيش الأوكراني ودعم أوكرانيا بشكل مباشر، إذ أن بريطانيا يعني منذ بداية الأزمة الأوكرانية هي الداعم الأكبر بين الدول الأوروبية لأوكرانيا. وهنا يلتقي الموقف البريطاني مع الموقف الأمريكي يعني تشجيع ودفع وتحفيز باقي الدول الأوروبية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي للانخراط أكثر وأكثر في الأزمة الأوكرانية، من خلال دفع الاتحاد الأوروبي لفرض يعني 8 موجات متتالية من العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، والتي واقعيا انعكست في أوجاع اقتصادية مباشرة على دول الاتحاد الأوروبي أكثر من غيرها. وهنا يعني يجب أن نتعمق قليلا لفهم استراتيجية الأنجلو ساكسون الممثلة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لديهما أجندة خاصة بهما وأهداف غير معلنة في الانخراط المتنامي في الأزمة الأوكرانية ودعم الجيش الأوكراني. بالنسبة لبريطانيا بالتأكيد تريد بريطانيا الاتحاد الأوروبي أن يواجه متاعب اقتصادية وسياسية يعني متفاقمة في المرحلة المقبلة، وهذا واقعيا ما يحدث بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لأن بريطانيا الخارجة للتو من الاتحاد الأوروبي ليس من مصلحتها أن ترى الاتحاد الأوروبي تكتلا اقتصاديا متكاملا يسجل نموا ويسجل يعني تطورات ونجاحات في القارة الأوروبية، لأن ذلك يعني انفصال المملكة المتحدة وتشجيع اسكتلندا للانفصال عن باقي أقاليم المملكة المتحدة والانضمام للاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هناك أيضا أجندة خاصة بها وأهداف غير معلنة، وهي إضعاف الاتحاد الأوروبي، لأن الإدارة الأمريكية تدرك جيدا أن الاتحاد الأوروبي انطلاقا من القرب الجغرافي من روسيا وكذلك أيضا اعتماد القارة الأوروبية التاريخي على مصادر الطاقة الروسية، بالتأكيد كل ذلك سوف ينعكس بأوجاع اقتصادية خطيرة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي قد تستمر لسنوات، وهذا واقعيا ما بدأنا نشهده بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. شكرا لكم دكتور أحمد. تفضل دكتور أحمد ياسين بصدد التتمة. نعم، نقطة أخيرة ولتصديق يعني مثل هذه الاستراتيجية البريطانية الأمريكية، الخطوة التي شاهدناها من قبل المستشار الألماني بأن يتخذ خطا منفردا للذهاب إلى الصين، وبالتأكيد زيارته للصين لم تكن إلا زيارة غزل لروسيا، لأن ألمانيا يعني تواجه الأمرين، تواجه متاعب اقتصادية خطيرة جدا بعد تخليها أو بعد يعني حرمانها من مصادر الطاقة الروسية التي كانت تمثل أمانا واستقرارا بالنسبة لقطاع الطاقة الأوروبي ككل. حاليا قطاع الطاقة الأوروبي خسر مثل هذا العامل من الأمان والاستقرار، وكل ذلك سوف ينعكس بارتفاع في مستوى التضخم، لأن ليس هناك من أي بديل نهائيا عن الغاز الروسي الذي كان يأتي عبر الأنابيب. الغاز المسال هو غاز متذبذب في أسعاره وكذلك أيضا في إمداداته، لا يمكن الاعتماد عليه، وكل ذلك سوف ينعكس بمتاعب اقتصادية خطيرة جدا على القارة الأوروبية. طيب شكرا لكم دكتور أحمد ياسين. دكتور رضوان القاسم، بالعودة إلى مسألة وجود محطة زاباروجيا في خط الجبهة، وهذا مسار في الواقع ينطوي على كثير من المخاطر، حتى أنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبحت محرجة جدا في التعامل مع هذا الملف، وأصبحت تقول بشكل عام أيا يكن الفاعل فينبغي التوقف فورا. ماذا يترجم ذلك من هوامش لدى هذه المنظمة؟ نعم، هذا ما أشرت إليه يعني في حديث سابق، أنه الوكالة للطاقة الذرية أنها محرجة بسبب خضوعها أو ضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية عليها لاتهام روسيا، وليس هنالك من دلائل تشير إلى أن روسيا هي من تتسبب في هذه الضربات. يعني هذا أصبح واضحا وجلي للعيان أن المسؤول عن هذه الضربات وهذا القصف هم الأوكران، لكن إذا ما خرج أي بيان أو صدر أي اتهام لأوكرانيا من قبل الوكالة للطاقة الذرية هذا سيكون محرجا لأوكرانيا ولحلفاء أوكرانيا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لهذا هي وقع في سبب يعني في إحراج قوي وكبير جدا. لا يستطيعون اتهام روسيا لأنه ليس هنالك من دلائل،
دلائل، بالرغم أن روسيا لديها دلائل ولديها وثائق ولديها أقمار صناعية وصور وكل وخبراء عسكريين حتى من خارج روسيا أتوا وعاينوا وشاهدوا وتبين لهم أن هذا ليس، هذه الضربات وهذا الاستهداف ليس استهدافا روسيا. لهذا السبب وكالة الطاقة الذرية هي محرجة ما بين أن تتهم أوكرانيا، وهذا ما يضيق ذرعا بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لأنهم حلفاء لأوكرانيا، وما بين أن تتهم روسيا وليس لديها، لكن حتى الجانب الأمريكي يقول أنه مهما كان الفاعل فإن السبب الرئيسي في هذه الوضعية هو دخول روسيا إلى أوكرانيا بشكل غير قانوني ينافي القانون الدولي في كل الأحوال، هكذا يقول الأمريكيون. نعم، هذا ما يؤكد كلامي، هذا ما يؤكد على ما أريد أن أبينه، أن الأمريكي لا يريد أن يبين الفاعل الحقيقي بغض النظر عن الأحداث التي تقع في هذه المعركة العسكرية، إلا أن هذه المفاعل النووية، هذا المفاعل لا يجب أن يتعرض للقصف، وهو يشكل خطر ليس فقط على أوكرانيا أو على روسيا بل على كل أوروبا. لهذا السبب السؤال، هل يمكن أن تستمر، هل هنالك من صعوبة أن تستمر هذه المعركة العسكرية فيما لو أراد الأمريكي استمرارها وهو يريد كذلك، بعيدا عن التعرض لهذا المفاعل؟ هذه أمر، هذا أمر بسيط جدا، ممكن أن تستمر المعركة لسنوات طويلة ولا يتعرض للمفاعل النووي لأنه يشكل خطر على العالم بأسره، على أوروبا كاملة، إلا أنهم يريدون التعرض لهذه المنطقة ولهذا الموقع، يريدون التعرض له الأوكران والأمريكيون لإحراج روسيا، لوضع روسيا أو للضغط على روسيا، ويسببون هلعا أوروبيا على أنه روسيا هي السبب الأساسي في هذه الحرب. هذا كل ما في الأمر، لكن الواقع غير ذلك تماما. روسيا لا يمكن لها أن تخضع للضغوطات الأمريكية ولحلف الناتو وللأوكران فقط من أجل المفاعل النووي الموجود في زاباروجيا اليوم. هذه المعركة تحدد مصير روسيا بالكامل، فلا يمكن لهم، إذا كانوا يريدون فعلا أن يتفادوا هذه المخاطر، طيب، عليهم أن يضغطوا على أوكرانيا أن توقف هجماتها وضرباتها لهذا المفاعل. هذا طيب. كل ما في الأمر، هذه ليست معجزة. شكرا. بالنسبة للأوكران. شكرا لكم دكتور إدوان القاسم. دكتور أحمد ياسين من لندن، تحدثت فيما قبل عن نقاط ضعف في الاتحاد الأوروبي لربما تحد نوعا ما من هامش المناورة، ذكرت عن نقطة الضعف المرتبطة بالقوة العسكرية الاستراتيجية، وأيضا تحدثت عن مسألة الطاقة. هل اليوم التحركات الألمانية الآن فيما سبق مع الصين يمكن أن تكون لربما بادرة أولى على درب لربما خروج الأوروبيين، أقصد الاتحاد الأوروبي، من تلك الدائرة التي كان يتخندق فيها منذ بداية هذه الحرب نحو موقف أكثر لنقل جسارة تجاه حلفائه الغربيين أيضا وتجاه روسيا؟ هذا ما هو متوقع منطقيا وحتى تاريخيا، أن تستمر أوروبا مهيمن عليها من قبل الإدارة الأمريكية أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بالتأكيد ليس من مصلحة القارة الأوروبية ككل، إذ أن التبعات الاقتصادية بعد فقدان أوروبا لعامل الأمان والاستقرار بالنسبة لأهم قطاعاتها الاقتصادية وهو قطاع الطاقة، والذي انعكس بارتفاع قياسي في مستوى التضخم، بالتأكيد مثل هذا الواقع لا يمكن أن يستمر في القارة الأوروبية. هناك حالة من الغضب، من التذمر من قبل المواطنين الأوروبيين. هناك أيضا مثل هذه الحالة من الغضب والتذمر بدأت تنعكس في صناديق الاقتراع، وهذا ما شاهدناه في الانتخابات التي شهدتها العديد من الدول الأوروبية، بداية من فرنسا، خسارة إيمانويل ماكرون الأغلبية البرلمانية، كذلك أيضا السويد أن تنتقل في انتخاباتها الأخيرة إلى اليمين المتطرف، إيطاليا، وهنا بيت القصيد، هنا إيطاليا تمثل نقلة خطيرة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مستقبل الاتحاد الأوروبي، أن نشهد حكومة تحت مظلة اليمين المتطرف وحزب ينتمي تاريخيا للفاشية بقيادة جورجيا ميلوني. أن يفضل الإيطاليون أن ينتخبوا حزبا ينتمي للفاشية بدل من انتخاب أحزاب أخرى ترتبط مع الاتحاد الأوروبي. بالتأكيد مثل هذه النقلة هي خطيرة جدا بالنسبة
بالنسبة لمستقبل الاتحاد الأوروبي، وكل ذلك يرتبط بشكل مباشر مع استمرارية هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على القرار الخارجي الأوروبي. يعني بعد خسارة مصادر الطاقة الروسية التي تعد تاريخيا يعني مصدر الرخاء والازدهار الذي عاشته أوروبا على مر العقود الماضية، ألا ينطوي ذلك أيضا على أنه الأوروبيون يدركون تماما أن مصالحهم أيضا هي أكبر مع الولايات المتحدة الأمريكية، سواء تعلق الأمر بالسوق أو بإمدادهم بالطاقة، طاقة الغاز مثلا بشكل لربما طويل الأمد، ومن دون لربما ارتباكات كما حصل مع روسيا؟ لا أبدا، الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تقدم البديل عن الغاز الروسي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم غاز مسال، والإدارة الأمريكية لا يمكن لها أن تفرض يعني إرادتها أو استراتيجيتها على شركات الطاقة الأمريكية، لأن قطاع الطاقة الأمريكي كله مملوك من قبل شركات خاصة ولديها أجندتها الخاصة ولديها أيضا يعني أهدافها في تحقيق أعلى المكاسب وأعلى الأرباح. وهذا ما يفسر أن القارة الأوروبية دفعت خلال يعني بعد الأزمة الأوكرانية حوالي 5 أضعاف للغاز المسال الأمريكي عما كانت تدفعه قيمة الغاز الذي كان يأتيها آمنا ومستقرا من الغاز الروسي. كذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت يعني وجهتها تتعارض مع مصلحة حتى اقتصادات حلفائها. يعني حاليا العالم كله يواجه أزمة ارتفاع مستوى التضخم، ونرى الاحتياط الفدرالي الأمريكي بأسلوب أناني وبأسلوب لا يعكس أي رحمة ولا يعكس أي يعني تفكير واقعي بمصلحة الاقتصادات الأخرى، خاصة الاقتصادات الصاعدة، بأنه يتبع سياسة صارمة لرفع نسب الفائدة. والاحتياط الفدرالي الأمريكي يدرك جيدا بأن مثل هذه الخطوات المتتابعة في رفع نسب الفائدة سوف تنعكس بمتاعب اقتصادية ومالية خطيرة جدا على باقي الدول، خاصة تلك التي تأن تحت وقع ديون ثقيلة. لذلك يعني حاليا بدأنا نشهد تعارض وتناقض بين استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وحتى حلفائها. شكرا لك دكتور أحمد ياسين. دكتور رضوان القاسم، هناك حديث أيضا عن ضغوط من باب الواقعية وللموضوعية أيضا نشير إليها، هناك ضغوط غربية على الأوكرانيين من أجل قبول مبدأ التفاوض، وهناك أيضا عدد من الأوروبيين يتحدثون عن السلام، إحلال السلام من دون تلك الاشتراطات السابقة. هل هي نوع من المزايدة أو توزيع أدوار كون الأوكرانيين يرفضون أو يقاومون ذلك لحد الآن، أم أنه حتمية ستتحقق في نهاية المطاف؟ لا واقعا يعني أنا أوافق الدكتور ياسين فيما تفضل به إلى حد كبير في هذا الخصوص. يعني اليوم الأوروبيون هم عندهم يعني إذا صح التعبير انفصام سياسي في العلاقات، بحيث أنهم يخضعون للسياسات ولضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت إرادتهم السياسية مسلوبة إلى أبعد الحدود. وهنالك واقع آخر يقول غير ذلك، يقول أن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تنهار اقتصاديا، وقع في مأزق كبير من خلال هذه الحرب التي وضعوا فيها دون إرادتهم، إلا أن غصبوا يعني إذا صح التعبير غصبوا في ذلك. وربما وهنا أريد أن ألفت النظر أنهم ذاهبون إلى أبعد الحدود في هذا الخصوص، وخاصة بعد ما سمعناه منذ قليل تصريحا للأمين العام لحلف الناتو أنه هنالك يعني اتجاه طويل الأمد في هذه الحرب، وهذا مما يضر مصالح الأوروبيين. لهذا السبب الأوروبيون اليوم في وضع يعني في مأزق كبير جدا، من ناحية الضغوطات الأمريكية عليهم، ومن ناحية أخرى الوضع الاقتصادي لديهم وعدم اقتناعهم بهذه الحرب. ورأينا أن الكثير من دول أو قادة دول الاتحاد الأوروبي يعانون من هذه المسألة. رأينا الخطاب السياسي الفرنسي، رأينا الخطاب السياسي الألماني أنه دائما يجب يتحدثون فيما كانوا سابقا يتحدثون عن هزيمة روسيا وعن انكسار روسيا والسيطرة والانتصار عليها، اليوم يتحدثون عن الذهاب إلى طاولة حوار وإلى الطلب من أوكرانيا
يعني الواقعية والتفاوض مع روسيا، لكن الأوكران لا يعني بكل صراحة وبكل بساطة لا يعني ينصتون إلى الأوروبيين، لأنهم يعرفون تماما معرفة الأوروبيون ليس لهم دور فاعل، الدور الأساسي والفاعل هو للولايات المتحدة الأمريكية، والأمريكي هو من يفرض على الأوكران السلام أو المفاوضات أو استمرارية الحرب، هذه بكل بساطة. لهذا السبب الأوروبيون اليوم لهم خطابين مختلفين، خطاب من ناحية دعم لأوكرانيا بالسلاح، وكذلك صرح وزير الدفاع الفرنسي منذ قليل أنهم سيستمرون في إرسال السلاح إلى أوكرانيا، ومن ناحية أخرى يطالبون أوكرانيا بالواقعية والذهاب إلى مفاوضات. عليهم أن يتخذوا قرارا حرا صريحا وواضحا فيما يخص مصالحهم إذا كانوا يريدون الخروج من هذه الأزمة، لكن في واقع الأمر أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد، وخاصة فيما صرح به الأمين العام لحلف الناتو منذ قليل أنهم سيدعمون التوجه نحو الشرق والمزيد من المد العسكري ويعني الزيادة في العسكر بما يقارب 350 مليار يورو، وهذا مبلغ هائل جدا على الاتحاد الأوروبي وخاصة في الوضع الاقتصادي السيء اليوم. طيب، هذه من ناحية. من ناحية أخرى يريدون أن يهزموا روسيا، وهذه الكلمة كلمة هزيمة روسيا ليست كلمة سهلة، لأن هزيمة روسيا يعني حرب عالمية ثالثة. طيب، ولا يمكن أن تهزم دولة مثل روسيا بهذا الحجم وبهذه القوة. شكرا لكم دكتور رضوان القاسم، تداركنا الوقت في الواقع. دكتور أحمد ياسين، هل السياسة الاقتصادية العالمية الآن ومنحى الدولار وأسعار الفائدة هي ستحتم في الواقع دخول الاقتصاد العالمي إلى موجة ركود، أم أننا بعيدون نسبيا عن حافة هذه الهاوية؟ لا، بالتأكيد يعني الاقتصاد العالمي ككل يواجه هذه المرحلة بكل مقوماتها وأبعادها الخطيرة. يعني بريطانيا دخلت واقعيا في مرحلة الركود التضخمي، ومثل هذا الركود لم تشهده بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية. يعني عندما تشهد بريطانيا مثل هذه المعادلة الاقتصادية التي يجتمع فيها الركود مع مستوى التضخم المرتفع أو ما يعرف ماليا ب ستاغفليشن، يعني مثل هذا التطور بالتأكيد سلبي وغاية في الخطورة. كذلك أيضا باقي الاقتصادات الغربية الأخرى هي ليست في أمان، خاصة بالنسبة لمنطقة اليورو. البنك المركزي الأوروبي يعني تراه متلكئ ومتردد في اعتماد أهم الأدوات البنكية لديه، وهي رفع نسب الفائدة أسوة بباقي التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى، لأن البنك المركزي الأوروبي يدرك جيدا بأن رفع نسب الفائدة بما يتناسب مع الخط والنهج الذي يتخذه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هذا سوف ينعكس بأوجاع اقتصادية أكثر خطورة بالنسبة لدول منطقة اليورو التي تعاني من ارتفاع مستوى المديونية، وأصدق مثال على ذلك إيطاليا. إيطاليا تواجه ديون سيادية بما يزيد عن 150% من ناتجها الإجمالي المحلي، وبالتأكيد يعني إيطاليا في حال بدأ اقتصادها يترنح قبل السقوط وعزز ارتباطها وارتهانها بالمؤسسات الأوروبية أيضا. نعم، لأن يعني إيطاليا عندما اعتمدت اليورو كعملة أوروبية موحدة لباقي الدول 19، إيطاليا تخلت أو البنك المركزي الإيطالي حينها تخلى عن أهم الأدوات البنكية التي كان يلجأ إليها أيام الأزمات، وهي العمل مباشرة على خفض قيمة الليرة الإيطالية مقابل العملات الأخرى، ما يحفز الصادرات الإيطالية. ولكن جميع هذه الأدوات البنكية يعني تم خسارتها من قبل البنك المركزي الإيطالي، لذلك تبعات مثل هذه الأزمة بالتأكيد سوف تكون خطيرة جدا، ولا يمكن أن ننتظر من المفوضية الأوروبية أو البنك المركزي الأوروبي أن يقدم على إنقاذ الاقتصاد الإيطالي كما شهدنا بالنسبة للأزمة اليونانية، لأن الاقتصاد الإيطالي هو 3 مرات أكبر من الاقتصاد اليوناني. لذلك الوضع هو في غاية الخطورة بالنسبة للمرحلة المقبلة. شكرا لكم دكتور أحمد ياسين، الخبير في الشأن الاقتصادي، حدثنا من لندن. ونشكر أيضا ضيفنا من برلين دكتور رضوان القاسم، المحلل السياسي الخبير في الشؤون الأوروبية. ضيفي الكريمين، شكرا جزيلا لكما. بإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه الحلقة والمزيد على موقعنا الإلكتروني mediantv.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.